أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم أبنائي المتعلمين في درس جديد معكم في اللغة العربية قسم السنة الثانية ابتدائي. إذن نصنا لهذا اليوم هو بين المدينة والريف. سوف نعيد هذا النص، نقرأه معا، ثم بعد ذلك نشرحه ونقف عند بعض الكلمات الجديدة لكي يفهم جيدا، فتابعونا بارك الله فيكم. إذن افتحوا أبنائي الأعزاء الكتاب في صفحة 53، كتاب القراءة صفحة 53، تابعوا معي هذا النص. إذن غادرت سهام المدينة باتجاه الريف، ولما ظهرت لها القرية قالت: إنه الريف الذي طالما حلمت بالعيش فيه يا أبي، أهوى منازله الجميلة والمتباعدة عن بعضها لتفسح المكان للحدائق الخضراء. أحب منظر الخرفان وهي في المرعى، أسمع ثغاءها وكأنها ترحب بكل زائر. قاطعتها ثريا قائلة: أما أنا فأحب حينا في المدينة، لأن المرافق متوفرة كالمسرح والحدائق العمومية والمحلات التجارية. قال الأب: الريف والمدينة كلاهما جزء من وطننا الغالي. إذن هذه القراءة الأولى، سوف أعيد قراءة ثانية، فركزوا معي وتابعوا جيدا بارك الله فيكم. غادرت سهام المدينة باتجاه الريف، ولما ظهرت لها القرية قالت: إنه الريف الذي طالما حلمت بالعيش فيه يا أبي، أهوى منازله الجميلة والمتباعدة عن بعضها لتفسح المكان للحدائق الخضراء. أحب منظر الخرفان وهي في المرعى، أسمع ثغاءها وكأنها ترحب بكل زائر. قاطعتها ثريا قائلة: أما أنا فأحب حينا في المدينة، لأن المرافق متوفرة كالمسرح والحدائق العمومية والمحلات التجارية. قال الأب: الريف والمدينة كلاهما جزء من وطننا الغالي. بارك الله فيكم، فقراءتك الجيدة تسمح لك بفهمه وكذلك بالإجابة عن الأسئلة التي نجدها فيه. إذن أول شيء نقوم به، سوف نشرح بعض الكلمات لأننا قد شرحناه في القسم، ولكن نعيده لكي نكمل الدرس جيدا. غادرت سهام المدينة، ما معنى كلمة غادرت؟ إذن كلمة غادرت يعني أنها ذهبت وانصرفت ورحلت. غادرت يعني نقول غادرت سهام أو رحلت سهام عن المدينة، أو ذهبت سهام عن المدينة، ذهبت إلى مكان آخر. طيب، غادرت سهام المدينة باتجاه الريف، ولما ظهرت لها القرية قالت: إنه الريف الذي طالما حلمت بالعيش فيه يا أبي. كل هذه كلمات واضحة. أهوى منازله الجميلة، ما معنى أهوى؟ يعني أنه أحب. أهوى يعني أهوى كرة القدم، يعني أحب كرة القدم. أهوى السباحة يعني أحب رياضة السباحة. أحب منازله الجميلة والمتباعدة عن بعضها لتفسح المكان. ما معنى لتفسح؟ يعني لتترك المكان
للحدائق الخضراء، أحب منظر الخرفان وهي في المرعى، أسمع ثغاءها. ما معنى ثغاءها؟ ثغاءها هو صوت الخرفان وهي تثغو، نقول الخرفان تثغو يعني تصدر ذلك الصوت. وكأنها ترحب بكل زائر. قطعتها ثريا قائلة، ثريا هي اسم بنت، طبعا اسم طفلة اسمها بنت، وهي صديقة سهام، قائلة أما أنا فأحب حينا في المدينة لأن المرافق متوفرة. عفوا، ما معنى المرافق؟ يعني المراكز. المرافق متوفرة يعني كل مركز يسمى بالمرفق العمومي أو المركز العمومي، كالمسرح والحدائق العمومية هي التي يزورها الناس في المدينة، وكذلك المحلات التجارية. فقال الأب، الريف والمدينة كلاهما جزء من وطننا الغالي. إذن بارك الله فيكم، هذا هو النص، وحاولوا أن تقرأوه عدة مرات لكي يفهم وتستطيعون أن تجيبوا عن أسئلته في درسنا القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.